السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد الشيع السوداني المحترم وبرئاسة وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي. يقام اليوم الأول للمؤتمر مجلس السرطان، فخليكم ويانا. أهلا بكم في بغداد عاصمة المحبة ودار الحكمة والسلام. يتفضل الآن السيد معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي المحترم بإلقاء كلمته مشكورة. وأود أن أشير إلى أن تطوير خدمات السرطان هي أحد أهم ركائز البرنامج الحكومي لحكومة السيد محمد الشيع السوداني، وهذه المرة الأولى التي يفرد في البرنامج الحكومي مفردة خاصة باسم الخدمات السرطانية، وأيضاً يفرد في الموازنة العامة للدولة العراقية وللمرة الأولى بند تحت عنوان خدمات السرطان. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى بعض الخدمات المتوفرة في العراق وبعض الأمور التي نحتاج أن نطورها، وأيضا أشير إلى جهود الأخوة العاملين في هذا المجال، سواء كانوا من القطاعات الحكومية أو من القطاع الخاص المشارك معنا في وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمات. الخدمات التي تتوفر في العراق في العلاج الإشعاعي تغطي كافة محافظات العراق عدا 4 محافظات، وضمن البرنامج الحكومي سيتم تغطية هذه المحافظات بمراكز سرطانية، وفي هذه الحالة ستكون هناك مراكز سرطانية في كل محافظة من محافظات العراق. نعتقد إن شاء الله خلال 6 أشهر إلى السنة القادمة ستكون تغطية كاملة في كل محافظة من محافظات العراق للمراكز السرطانية الخاصة بالعلاج الإشعاعي. في البداية الثانية ننقل لكم تحيات سيادة رئيس الوزراء مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني وأمنياته لوطنكم هذا بالموفقية والنجاح. لقد وضعت الحكومة هدفها نحو خدمة المواطن العراقي على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وقطاع الصحة في مقدمتها. ولا يخفى عليكم وأنتم مختصون بالشأن الصحي حجم التحديات التي تواجهها يواجهها القطاع الصحي وتفاقم العقبات والمعوقات، سواء ما كان متوارثا منها او ما استجد للظروف البيئيه المتغيره عالميا. لقد رسمت الحكومه مسارا للاصلاح ناحية العام وبمتابعه مباشره من السيد رئيس الوزراء. وقد ركز البرنامج الحكومي على اصلاحات عده اعرض جزءا منها: العمل بقانون الضمان الصحي، التأكيد لتأكيد حق المواطنين بالتفاضل واختيار أفضل مقدمي الرعاية الصحية، وتأهيل المستشفيات التي أهملت لسنوات طويلة. وقد دعت الشركات المختصة بإدارة المستشفيات الجديدة واتخذت إجراءات استثنائية لإكمال المشاريع الصحية المتلقية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم وتطوير مراكز البحوث والتعليم الطبي والمراكز المتخصصة لعلاج الأمراض مثل مراكز القلب والأورام. وقد جعلت الحكومة من الأمن الدوائي ومن دعم الصناعة الدوائية الوطنية مستهدفاً أساسياً في برنامجها الحكومي. سأعلن شيئاً واحداً فقط، أنه خلال 6 أشهر الأولى استلمنا تقريراً من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطاقة الذرية الدولية تشير إلى جهود وزارة الصحة الواضحة في سد الفجوات التي كانت موجودة في علاج مرضى السرطان ومن ضمنها في الرعاية التلطيفية. اليوم سوف نكون حاضرين لغرض تهيئة المستقبل لرسم سياسة واضحة المعالم من حيث الوقاية ومن حيث العلاج ومن حيث الرعاية التلطيفية، ونتمنى كذلك دعم مستفيض
من دولة رئيس الوزراء لهذا الموضوع لكونه أساسيا ومهما في حياة المواطنين. حبيت المشاهدين معنا في ضمن المؤتمر معرض خاص لعرض كل الشركات المعنية بالطب سواء كان في العراق وأيضا مشاركة دولية. تعرف عليك أستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور علي الحديثي، بزنس يونت مانيجر المصنع العراقي للمواد الصيدلانية. عرفنا عن هذا المصنع، بدايات تأسيسه واستمراره إلى الآن. يعتبر المصنع العراقي للمواد الصيدلانية من المصانع العريقة في العراق. افتتح المصنع عام 1954 افتتح المصنع من قبل الملك فيصل عام 1958 في العراق. موقع المصنع في منطقة بغداد جديدة في بغداد. منذ ذلك الوقت والمصنع ينتج عدد كبير من الأصناف الأدوية في القطاع الخاص وفي القطاع العام. نقلة نوعية حدثت للمصنع العراقي المواد الصيدلانية منذ عام 2012، حيث قررت الإدارة الرشيدة للمصنع افتتاح خطوط إنتاج أدوية أمراض السرطان وأمراض الدم. لأهمية هذه الأدوية بالنسبة للمريض العراقي بسبب صعوبة توفر هذه الأدوية في المراحل السابقة وغلاء هذه الأدوية حين استيرادها من خارج القطر، كما كانت تمر هذه كما كانت تمر مراحل الاستيراد بقطاعات متعددة تمثل صعوبات كبيرة للمرضى، فأخذ المصنع على عاتقه إنتاج هذه الأدوية داخل العراق. طيب ما يميز هذا المصنع عن بقية، تعرف الأغلب الموجود في الصيدليات في العيادات سواء أهلية أو حكومية عراقي موجود، لكن أيضا موجود عربي وأجنبي، فبعض مثلا المرضى يفضل يعني تعرف يفضل جنسية أخرى، ما يميزكم عن بقية الجنس؟ صراحة هذه النقطة جدا مهمة. أحب أن أوضح أن المصنع العراقي المواد الصيدلانية هو أول مصنع عراقي يمتلك خط إنتاجي متكامل للأدوية السرطانية مبني على أسس الجودة العالمية وحاصل على شهادات عالمية بهذا الخصوص. النظام المتبع داخل المصنع عن طريق اتباع الجايدلاينز العالمية أو التوجيهات العالمية في صناعة الأدوية داخل العراق، حيث أن اتباع هذه الطريقة قد وفرت مبالغ طائلة على ميزانية الدولة العراقية ممكن استعمالها في اتجاهات أخرى لتطوير الواقع الصحي للعراق ودعم المريض داخل العراق. طبعا احنا لنا شرف صراحه ان احنا شاركنا اليوم باول مؤتمر مجلس السرطان اللي يصير بالعراق، ومثل ما تشوفون حيكون هو اهم من اهم المؤتمرات اللي تصير على مدار السنه اللي تجي بها الشركات تشارك بها الشغلات اللي يتقدمون بها العلاجات اللي يمكنون بها العالم، واكيد يعرفون الاطباء والمجتمع الطبي اكثر عن دورهم وشركاتهم، وان شاء الله هاي بدايه خير للقادم افضل ان شاء الله، لان بالنهايه هدف الشركات وهدف الطبيب واحد اللي هو فئه المراجع صراحه، والله يشافيكم ان شاء الله من يعني هالمرض هذا. شركتنا شركه باكستر، شركه امريكيه مختصه بهوايه علاجات، احنا العلاجات احنا مسؤولين عليها علاجات مرضى السرطان، الماده اسمها كايلكس خاصه لمراجعين مرضى السرطان الثدي ومرضى سرطان المبيض، يعني هو العلاج اللي يختص بهذا المراجعين. احنا اليوم دورنا هنا نشوف الاطباء نحكي لنا عن شركتنا عن ادويه مالتنا متوفره بوزاره الصحه والمستشفيات، طبعا هذا تحت يعني رعايه رئيس وزراء ووزير الصحه موفرين هاي الادويه والعلاجات للمواطن العراقي، وبدنا يكون هدفنا واحد فائده المراجع. ما انه احنا بشهر الوردي شهر اكتوبر اللي خاص بمرضى سرطان الثدي والتوعية عن هذا المرض، أنتم شركتكم خاصة بالتوعية عن هذا المرض، تكلمني عن شركتكم. شركة نيوبرز هي شركة تسويقية، تمام. الفكرة من عندها أنه تربط بين الشركات العالمية والشرق الأوسط. اللي ما عندها تسويق بالشرق الأوسط مهمتها أنه تربط بين المرضى اللي موجودين بالشرق الأوسط وبين الأيتمات البراند العالمية اللي موجودة
خارج الشرق الاوسط. اهم ايتم عندنا هو تحليل تيست اسمه اونكوتايب دي اكس. الفكره من هذا التحليل هو لمرضى سرطان الثدي. الفكره منه انه احنا ناخذ العينه اللي تحتوي على الورم بعد اجراء العمليه من قبل الجراح، ناخذ هاي العينه ونرسلها الى المختبر اللي موجود في امريكا. بعد 21 يوم تطلع النتيجه اونلاين وننزلها بالسيستم ويستلمها المريض. ورا ما يستلمها المريض يروح للطبيب، وبناء على هاي النتيجه راح الطبيب يقدر يقرر هل هذا المريض يحتاج علاج هرموني او علاج كيميائي. طيب هاي مميزات انه اكون النتيجه من خارج العراق، عندنا هواي مراكز وهاي مختبرات ممكن انه اجري التحليل هنا بالعراق، لكن ما يميز هذه الشركه بانه تجرى التحاليل خارج العراق؟ هذا الفحص هو فحص جينومي عالي الدقه، يصير على العينه اللي تحتوي على الورم، تمام. 21 جين اثناء التحليل اللي راح يصير عليه، هذا سنترايزد موجود بس بامريكا، فكل العالم يدز لهذا المختبر، تمام، لانه هو عالي الدقه، فما نقدر نسويه في بلدان اخرى وما نقدر نسويه بالعراق، فنضطر انه ندزه وين؟ الى امريكا. طيب احنا لولا هذا المؤتمر اليوم لمجلس السرطان الاول في العراق ما تعرفنا عليكم، فما هو رايك بالمؤتمر؟ طبعا المؤتمر يعتبر الاول من نوعه اللي هو اورجنايزد باي مجلس السرطان، كلش مهم انه يربط طبعا كل الاطباء الاورام اللي موجودين بالعراق مع الشركات، يصير تحديث للدات العالميه، ويعني اكيد راح يكون فائدته الاكبر للمرضى ان شاء الله. من ضمن الحاضرين ايضا من مختلف المحافظات العراقيه، ومعانا الاطباء من توك راح نتعرف عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور رزوان فيصل، اخصائي الاورام من دهوك. يا اهلا وسهلا، تعرف عليك. مرحبا، انا دكتور شهيد ميديكال اونكولوجي من مستشفى اورام دهوك. يا اهلا وسهلا، تشرفنا بكم. ممكن نعرف رايكم بالمؤتمر؟ الحمد لله المؤتمر كلش زين، كلش منظم، توب كواليتي. فرحنا هواية بوجودنا بين الزملاء والأصدقاء وبين حضراتكم. المؤتمر ممتاز من ناحية التنظيم، من ناحية المواد العلمية اللي موجودة به، كلش يعني فرحانين إنه موجودين هنا، وبالدرجة اللي وصلت إليها التطورات قسم الأورام، علاجات الأورام من ناحية العلاجات الإشعاعية والعلاجات الدوائية وبقية الفروع بالعراق. إن شاء الله يعني نتطور نحو الأحسن إن شاء الله. رأيكم بالمؤتمر؟ والله هاي اول مؤتمر لمجلس الاورام السرطانيه، حقيقه مؤتمر رائع. يعني الاكثر شيء مهم هاي المؤتمر، كل محافظات عجال هاي المؤتمر يتبادلون الخبرات، يتبادلون الانجازات اللي سواها، يتبادلون النقص الموجود بالمحافظات بالمراكز، يتبادلون معلومات العلميه، معلومات التكنيكيه الاداريه. شيء يعني رائع ومؤتمر حقيقة ناجح، وكل شخصيات المهمة إدارية الوزارية موجود بهاي المؤتمر يقدرون يساعدون المرضى السرطاني على أكمل وجه. كلمة تفضلت اليوم في عناية المحافظات، تهوك الوحيدة اللي لاحظت ضمن عرض الفيلم الخاص لكل التاريخ هذا المرض وافتتاح المراكز المختصه فيه، تهوك خاليه للاسف. كيف يعني كيف خلال هذه السنوات انتم تعالجون هذا المرض وبرضاكم وين ترسلوه؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. في الحقيقه المعلومات يعني للاسف كانت ناقصه بعض الشيء. احنا عندنا مركز ازادي للاورام وامراض الدم، في اللي هو يعني صارنا سنوات موجودين. احنا اول شيء بدينا تقريبا بدايه المركز كان سنه 2008، وهسه يعني مركز متكامل من ناحيه طب الاورام ومرضى امراض الدم. جميع انواع الفحوصات موجوده ولله الحمد، والادويه موجوده. اكو مركز جين لاورام الاطفال، مركز متخصص بنايه خاصه، مع الاسف يعني ما ذكروا ضمن مراكز علاج اورام الاطفال. كان عندكم اتصال مع مجلس السرطان لهذا يمكن لم يعرض المهم، وهم عندنا مركز لبناء، هسه يبنون مركز زرع نخاع العظم، يعني شارف على الانتهاء.
الشيء الوحيد اللي فعلا ينقصنا هو مركز علاج الإشاعي، ونتمنى يعني من المجلس انه ياخذ هاي النقطه يعني بالنظر الاعتبار. الشيء الوحيد اللي ناقص دهوك هو قسم علاج الإشاعة، والا بقيه الخدمات الحمد لله متوفره وكل الزينه. طيب في مراكز للإشعاع راح ان شاء الله تطلق بالايام الجايه، في اكو مشاريع؟ نعم، في مشروع البروسيسين يعني يكون منتظر، واجوا موافقه ماليه من المجلس الوزراء وبدعم الصندوق السرطاني بالكردستان، وان شاء الله يمكن الشهر العاشر اشاره يمكن راح يعلنون المشروع بالدهوك. مثل ما فضل زميلي البقيه خدمات كلها عندنا، من ناحيه الاورام، من ناحيه علاج الادويه، ومن ناحيه الجراحه، من ناحيه الزراع النخاع العظمي ان شاء الله يكون قريب من الدهوك. بس ناقص هسه بالمحافظه الدهوك هو مركز العلاج الشعبي، ان شاء الله اجى موافقه ماليه، وهم نحتاج الدعم من المجلس السرطاني يدعمون الدهوك كباقي المحافظات. احنا شركه ام اس فارما سعيدين بالمشاركه بهذا المؤتمر اللي دعتنا الى وزارة الصحة مجلس السرطان، مشكورة المشاركة بصراحة. يعني احنا انذهلنا يعني بصراحة بحجم الفعالية وطريقة تنظيمها الممتازة. كثير من الشركات المشاركة هي شركات معروفة عالميا، ووحدة من عدها شركتنا. هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات المهمة بصراحة بالبلد تنطي فد انطباع يعني للشركات حتى تتعاون مع وزارة الصحة وبالتالي مصلحة المريض العراقي. احنا بالنسبة لنا شركة أردنية متعاقدة مسوقة لأكثر من شركة أوروبية وأمريكية، بالإضافة لإحنا التصنيع مالتنا يعني كذا. فحاليا يعني جهزنا أول وجبة إن شاء الله خلال أيام توصل. الحقيقة هو يعني احنا تعرف لأنه أكيد يعني بجت وزارة الصحة أو يعني المال المرصود للأدوية السرطانية هو ماخذ الميزانية الأكبر من وزارة الصحة، فبالتالي لما نريد يعني نقدم دواء بسعر مناسب بنفس الوقت لازم يكون qualified، يعني الأدوية لازم تكون حامل لشهادات عالمية مثل الـ FDA مثل الـ EMA، والحمد لله احنا نمتلك هذه الشهادات. فبالتالي صار الجزء الأهم بالعملية هو انه شلون نقدر نوفر دواء ذات جودة جدا عالية يخدم بمصلحة المريض العراقي، وبنفس الوقت يكون سعره مناسب حتى نقدر نغطي اكبر عدد ممكن من المرضى. وزارة الصحة الحقيقة من قبل اشهر بدأت بتطبيق القوانين يعني القديمة اللي هي موجودة أصلاً على القطاع الخاص، فأصبح أكو مجال للمنافسة في مجال الأدوية، لأنه صار أكو يعني قوانين أو regulations تنظم عمل الشركات. فمن صار هذا التنظيم إحنا تشجعنا أكثر، إحنا والعديد من الشركات شجعنا أكثر أنه ندخل ويعني نجهز. فهذه يعني خطوة جبارة يعني سوتها وزارة الصحة بالفترة السابقة، وللأمانة راح تبدي تنطي نتائجها بالفترة القادمة. هو مجلس السرطان متأسس وفق قانون في وزارة الصحة، يعنى بالجوانب الوقائية والجوانب الكشف المبكر، وكذلك بجوانب العلاجية وجانب العلاجات التلطيفية. فكرة المؤتمر جاءت لغرض رسم سياسة حقيقية في الجانب الوقائي كما هي في الجانب العلاجي، لغرض بالنتيجة إعطاء الفائدة الكبيرة والقصوى لناسنا وأهلنا ومرضانا. وبالنتيجة حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الصحة معالي الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي على إقامة هذا المؤتمر، وقمنا حقيقة بجهد كبير خلال الخمسة شهور الماضية لغرض أن نعمل على أن نجعل هذا المؤتمر عالمي وليس مؤتمر محلي. عندنا أكثر من 50 شخصية علمية مرموقة جاءت من خارج العراق من مختلف البلاد العربية والأجنبية، وبالتالي قررنا أن نسوي مؤتمر يليق بالبلد وينتهي بتوصيات تليق أيضا بمقام الإنسان العراقي. هي بلد الشعراء، هي بلد الأدباء، هي بلد المفكرين، هي التي صدرت العلم والتقنية إلى كل العالم.
فيعني هذا المؤتمر مو فشي غريب على بغداد، يعني مرت بظروف يعني حقيقة هي عصيبة سنوات العشرات السنين الماضية، لكن الآن أعتقد أنها تنطلق من التراب وتنطلق من جديد، يعني ليست هي من الصفر، لا نقول من الصفر لا، وإنما ستكمل ما المسيرة التي هي التي يعني قطعتها سابقا. فالمؤتمر بشكل عام يعني جيد جدا، أشوفه يعني ببحوث لطيفة وجميلة ومفيدة يعني للعراق، تقنيات جديدة في العلاج، أدوية جديدة طرحتها بعض الشركات لا نسميها طبعا، فأشوف أنها فرصة يعني يعني مؤتمر أول في العراق في هذه السنة، ممكن أنه يتكرر في السنة السابقة والبعدة، ممكن أنه تجي أفكار جديدة، ممكن شركات جديدة، ممكن بحوث جديدة، يعني لأنه أكيد يعني بعض المشتركين، نعم في تطور، بعض المشتركين من بعض الدول الأوروبية مثلا ما حضرت، ممكن أنه تتخوف من الوضع، لكن الوضع نشوفه في بغداد جيد جدا، يعني ليس من باب الدعاية وإنما هو الواقع هذا، وكثير من المشاركين يعني يشهدون بهذا. بادرة كلش حلوة، لأن البرانش مالتنا، أنا حأحكي على الأشعة العلاجية لأن أنا اختصاص راديوثيرابي، كلش بادرة حلوة، لأن نحتاج إحنا معلومات وخبرات اللي أقدم من عندنا بهالمجال، زين والحمد لله جوي من هواية دول انطونا معلومات، انطونا خبراتهم، شنو الأبديت الجديدة بهذا البرانش، هالشي كلش حيفيدنا طبعا بالعراق، لأن إحنا يعني نعتبر إنه يعني هسه إجانا البرانش ما صار له هواية يعني، فالحمد لله بادرة كلش حلوة. طموحاتنا طبعا انه تطور بالاجهزه اكثر، توصل لنا الاجهزه الحديثه، اجهزه اكثر تتوفر بالمراكز، زي مراكز تعليميه اكثر تنفتح، لان تعرفين اعداد المرضى كلش هوايه، مرضى السرطان دي زايد يوم عن يوم، دي يعانون من سالفه المواعيد، وهالشيء كلش ضروري انه يكون ببدايه المرض ينطى العلاج الاشعاعي حتى تكون النتيجه يعني ممتازه. لأنك تستحق، هذا هو شعار المجلس السرطان في مؤتمره الأول، انتهى المجلس بمحاضرات عدة بخبرات عالمية، الكل استفاد، نتمنى التوفيق والاستمرار لهذا المؤتمر. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل وإلى اللقاء.